حبوني الصغار فيها، لقيت عندهم رغبة ويحبوا المدرسة والإدارة، وبدأت مسيرة نكمل. كل مرة يطلع جيل ويخش جيل، ما شاء الله الولاد كبار توا، شوف أنا لي 34 سنة. حالفنيش الحظ اني نكمل ثانوي، حاولت اني نمشي نتجه للمعهد. عجبتني الموسيقى وخشيتها هيك مجرده وصدفت معي، بعدين حبيتها وكملت فيها. كنت صغيره كنت نتمنى اني نوقف على المسرح ونغني. في يوم كنا في الفصل نقرا، جت الأبلة زهرة قالت من يعرف يغني، فانا كنت نحب نغني وديما يعني بابا يعزف لي ويغني ويعلم فيا، فقلت لها قبل أنا نعرف نغني، طلعتني وبدت تختار في الأصوات معي. كنا ندربه في مناطق كان يعني صغير، زي ما قلت لك حجة الأخصائيات وما من حاسوب. الحمد لله قاعدة نجيبه في ترتيب من الأول، نغنوا وبعض يعني نتفقوا في العزف، نحسوا بشعور اللي يعني قليل الحق. هي أكثر العراقيل كانت بالنسبة للتدريب للصغار كانت نقص الآلات والمكان اللي ندربوا فيه، ما كانش عندنا فصل. تخيل مخزن فيه الكتب كلها، كتب الصغار مخزن كتب، واحنا ندربوا في مكان مربع هيك صغير، ما ظنيش حتى تقدر توقف فيه. ومره ندرب في الحصه ومره ندرب بين الفصول، معناها تعبنا ونجيبه في تراتيب. كنا والحمد لله على مستوى المنطقه نتاعنا اللي هي نعتبره منطقه فشله، كنا نجيبه الاول عليهم. احنا كنا ندربوا ومقعمزين في المعمل لوطا، وجو قالوا لنا في المكان هذا واسع وكبير وتفضلوا اركبوا فوق الحجره وتد. حفزنا وخلانا احنا ندربوا اكثر وشجعنا وتشجعنا، فرحنا والصغار فرحوا واستسعنا وخذوا راحتهم وبدينا ندربوا. بدل ما كنا نديروا في فقره واحده درنا اكثر من فقره. انا نبي نكبر نبي نتعلم على آلة كمال وتشيلو والاكورديون، بنزيد نتعلم عليه باحتراف. لما بنكبر بنزيد يعني محترفه، بنكون حنغني ان شاء الله افضل اكثر.